ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو جديد خاص باختبارات القدرات. انا اتحدد لي ميعاد اختبار القدرات، انا خايف مرعوب ومش عارف اخد معايا ادوات ايه. ادوات الامتحان وهي كالاتي: ايا كان الامتحان بتاعك، سواء كان امتحان فنون زي ما اتفقنا قبل كده، فنون جميله، تربيه فنيه، تربيه نوعيه، قسم فنون، او فنون جميله عماره، او فنون تطبيقيه، تقريبا الادوات واحده. اول حاجه الاقلام الرصاص. الاقلام الرصاص بثلاث درجات، هناخد درجه اتش بي، ولو انت متابعني هتعرف يعني ايه اتش بي، يعني ايه 2 بي، يعني ايه 6 بي، او 5 بي، او 4 بي. اللي تلاقيه هاته، تقدر ان انت تتعرف اكتر على انواع الاقلام لو انت اتفرجت على فيديوهات اللي بنشرح فيها عن التعبير الفني، او خدت الكورس اللي هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن بوكس، هشرح لك اكتر يعني ايه الدرجات المختلفه دي واستخداماتها. تاني حاجه عادي جدا، استيكة عادية، ولو عندك استيكة فحم زي دي كده تقدر ان انت تاخدها معاك، وبرضو لو انت متابع هتعرف ايه هي استخدامات استيكة الفحم، استخدمها في تخفيف الرصاص وتنظيف الورقة، بس مش هنستخدمها بافراط لها. يعني هاخد معايا ايه كمان؟ مسطرة، ضروري جدا علشان احدد المساحة اللي انا هشتغل فيها، برجل احتياطي، مثلث بظبط بيه الزوايا اللي انا بحدد بيها المساحات، بظبط بيه الزوايا، ولو عندي التصميم الابتكاري جه تصميم زخرفي هينقذ معايا برضو في ضبط الزوايا. ممكن اخد معايا لو عندي مسطره اشكال فين، ممكن يعني مش ضروريه قوي بس قد احتاج اليها، وهحتاج سطح مستوي من الخشب او الكرتون علشان اسند عليه، مساحته مش اقل من 25 في 35 بس عشان اسند عليه، مش اكتر من كده. اي حاجه، ممكن ظهر سكتش، ممكن نتيجة قديمة، ممكن حاجة زي البورد اللي بتتباع في المكتبة دي كده، اهم حاجة تبقى في حدود 25 في 35. ده كده متطلبات التعبير الفني. طيب التصميم الابتكاري هحتاج معايا ايه؟ هتحتاج معاك اقلام خشب، مالكش دعوة بالنوع، انا ارشح فيبر كاسل باي نوع بقى فيها، باي حجم، فيبر كاسل ده نوع يعني كان مستورد جاي من بره، وده الفيبر كاسل. انا عندي ايه ده الفيبر كاسل، في فيبر كاسل اللي في الكرتون برضو، ملكوش دعوه بده، ده حاجه متخصصه شويه ملكوش دعوه بيها. واقلام فلوماستر، انصحك بالاقلام الفلوماستر، يعني ممكن تجيب اي نوع، النوع ده شغال، مش احسن حاجه، وفي درجات دمها تقيل كده، يعني مثلا اللون الاورنج بتاعه لونه بني كده، بني، فمش عاجبني الصراحه. فيعني لو لقيته مثلا اقلام فلوماستر السن بتاعها عريض يبقى افضل، يعني لو السن بتاعها عريض في النوع ده بس السن بتاعه تخين ده يكون افضل. انا عشان مش بستخدم الوان فلوماستر كتير فما اشتريتش يعني حجم كبير عشان ما تنشفش عندي وكده، بستخدم دي علشان بس اشرح لكم بيها شويه حاجات وخلاص. ايه كمان محتاج اخده؟ محتاج اخد معايا ورق كلك، اللي هو بيبقى ورق زبده شفاف خفيف كده، هشوف لكم عندي اذا كنت عندي منه ولا لا، وجهه ورق كلك كده زي كده، ده انا كنت بشرح عليه في الكورس بتاعي ازاي نرسم التصميم الزخرفي، لو الكورس تحت في الديسكريبشن بوكس وهتلاقيه في اول تعليق مثبت. فورق الكلك مهم علشان لو فاجئني باي تصميم محتاج اي انواع من انواع التكرارات. ادوات هندسيه، مسطره، برجل، مثلث، ممكن تاخد منقله، احتياطاتك، امن نفسك. طبعا في الامتحان ممنوع الموبايلات تماما، ممنوع تدخل قاعه الامتحان بالموبايلات، ولو اكتشفوا معاك موبايل او لقوك بتصور الامتحان او كده هيتلغي الامتحان وهتسقط في الامتحان للاسف، فخلوا بالكم من حاجه زي كده. اتفقنا في الفيديو اللي فات انك ما تسجلش اصلا في اختبار القدرات غير لما تكون متمرن كويس. طيب انت سجلت وانت حضرتك مش متمرن، هتعمل ايه؟ هتلحق بسرعه تتمرن باي شكل من الاشكال، سواء تدخل على الفيديوهات الموجوده عندنا هنا على القناه اللي فيها بنشرح جسم بشري، منظور، ظل ونور، ويعني تلحق اي حاجه، يا اما تخش تاخد الكورس المكثف واللي هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن بوكس بسعر رمزي جدا، تقريبا ممكن يكون ارخص سعر شفته لكورس قدرات، الكورس اونلاين، الكورس مركز متصور باعلى جوده، وهتلاقي فيه
كل المعلومات اللي انت عايز تاخدها تقدر ان انت تاخده في يوم واحد فقط او يومين حسب الوقت اللي قدامك. قسم وقتك واشتغل معايا، وريني شغلك على الجروب بتاعنا او ابعتلي انستجرام او فيسبوك وانا هتابع معاك. اكتر حاجة برد عليها الانستجرام، لان الفيديوهات بتاعت الفيديوهات كانت دماغي، لان الرسائل بتاعتها بتكون مركزة وبقدر ان انا يعني اشوفها على طول. فكروا كويس قبل ما تروحوا والتزموا بالتعليمات اللي بقولها لكم، سواء في الفيديوهات الموجودة على القناة او في الكورس المركز جدا اللي تقدروا تحصلوا عليه لما تشتركوا فيه، في هتلاقوا في الديسكريبشن بوكس. تابعوا معايا علشان الفيديوهات الجاية برضو هتكون كلها كلام عن امتحانات الكورس. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو من الفيديوهات اللي بتنزل. ودلوقتي اقول لكم سلام.